الأكرم في قضاء الله وقدره محمد، الأكرم في وحي الله إلى أنبيائه محمد، الأكرم في شرع الله ودينه محمد. ومن أكرمه الله لا يقدر أحد أن يحط من كرامته شيء. فيا ربي أكرمنا بقربه واحشرنا في حزبه وصفه وزمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. وهيينا لذلك، هيينا لذلك، تهيأ لذلك قلوب تصدق وأقدام تثبت على الاتباع، على الاقتداء، على الاهتداء. أن أرضى لمناسباتنا وأن أرضى لاحتفالاتنا سنن مخالفة للسنن، عادات مخالفة لشريعته. يا الله، تريد تبع من؟ الكرامة عند من؟ فإن من انقطعوا عن محمد أهانهم جبار السماوات والأرض، ومن يهن الله فما له من مكرم.